هلو هلو بنات، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي وقناتكم شهيواتكم. اليوم البنات ان شاء الله النهار الثاني لنا في مدينه القنيطره. اليوم ان شاء الله غادي ندوزوه في شاطئ المهديه. دابا حنا متوجهين ليه ان شاء الله، وهانتوما معايا، تابعوا معايا الفيديو. وصلنا البنات للشاطئ كيف ما كتلاحظوا معايا. صراحة شاطئ البنات زوين بزاف، من الشواطئ المغربية الجميلة جدا جدا، صراحة عجبني بزاف. ونخليكم تشوفوا هاد المقتطفات او هاد اللقطات من شاطئ المهدية.
صافي البنات، هنا طلعنا من الشاطئ. صراحة دوزنا نهير زوين 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 بزاف. طلعنا مع ديك الثلاثة هكاك ولا الربعة. صافي غادي نمشيو نتغداو، حيت اصلا فطرنا معطلين. غادي نمشيو نتغداو. مشينا تغدينا في واحد المحلات البنات كاينين حدا شاطئ المهدية، يعني كاينين قرابين ليه. مشينا تغدينا كيف ما كتلاحظوا معايا، تغدينا بالحوت. صافي من بعد ما تغدينا غادي نمشيو ناخدو كلاص. كاينين اللي كيبيعوا لي كورني اولا لي بول ديال الكلاص، بنكهات اللي زوينه بزاف. عندهم الكلاص واعر واعر البنات بزاف، كاينين حتى هما يعني حدا الشاطئ. صافي وغادي نمشيو للدار، وكيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا به، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.